السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن وابتش بيليا بشو وصدن بشي تمناد لبدا كوني كوبي لباتنكا عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرب يوفتي وهو كامل يا يماتي قري قبل كا قبلي تاسوا يحبنا كميدا حسب قناي للسعودين أو كميدا حرسي حاجي علي حالكا سوا يمكاسي وقود بيين الرماء كميديهين إن فير قبلي قبل ما دودا وقايبك قادم دونه لكن مركز تاريخ ده تبلو راح وبشد وحوي يعني إن إبلا نوراتو تاريخها كلا دوان إيه كده عيا جاكر كودا عالم كائن تاعي كله ليه تاريخ دونه واضح لقى ومان مانا عبد الرحمن عبد الله محمد عبد الله وحوي كم ده حرمتي كل قدوميها كلها وكيلة الشمورية الصومال لأن لبدي يكون يتبانكي وحقو آن قلي له كل علي حيرك عاصمة لكن غير قبل ما وحاني وجين إن أنا مدحويني وهينين قبل ما دودا حد يشيرنا وحوي ديان مدحويني يشا قبل كه مركز قبيلي وحوي أنسحوا عليه لكن غير قبيلي وحكاها بوني لسويدية محي كشرته قبل لماذا يعني قبل هانتينا أما قبل كوس ذي أي كويلي قبل لماذا مدحويننا كم حدنا مدحوينه هو رأيه وشوفنا كم حدنا مدي مكشوفنا كم حدنا متصوص عزنا كم حدنا لكن وحكو حرمته حرك عاصمة الشمورية الصومال الآن أول الصمية أولو كلا صاروا قاب كم قاسي أولو بحلاه قبل لماذا يدو قبيلي تسوتها لكن تاريخ ذا وين فيه قبيلي لأن أولادان وأيسلا سوى قبل لماذا قبل كقبيلي قف يو وراه بدنا الله ونحرسته وها أحمد موسى جدي سنجب ولا لا بكون يلا بديود حكومة ذا بضبع وبلن قاعدين قبيلي هنا قبل هش ما أنت أنا مدحوين موسى شو جه أدم مدحوين موسى كبغضي قبل لماذا قبيلي أنا وها بلن قاعد يا إن قبيلي قبيلي وقبل وحصوصار إن شاء الله خاصة كنت حقيلين دونا هرو مركة وحصوصار كي قبيلينا كربان وقاعد دونا هدي لعيد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله باهي دلكو أبدان تح شغلان توي أبدان تح وحي هاي دلك اللقب بتدي قبيلي واللقب يساء إن شاء الله هو أبدان ما نحكي قبان دونا ويكمل طاين الشعب الصومالي لاد لقى صارو قبيالد يقو قبك دنتين وحي كتشرنا إنو صومالي لان نحي ورمركي دوسي من نحي عدالة دوسي من نحي شعب يجيدو نسمي هاي مركا هير قبيلي ضدك عضيي وقو بدن باتي قول قول مركا لاد مركا قول نمدن حق بولادي سيدي هذه شيئينا هذه هرالا قبغي أنا وكل عيا وذن وكل عيا سلام عليكم قدومي يا حسب قول فيصل علي حسين فيصل علي ورابي أي كهل هي حفلة مركز وقصو قاطي علماء الشمريد السومالي أو وقصو قاطي لا بقى ضبو آدو حساسية تاسو ملي هي يعني علماء ضو مع المها شبعها مركز أي كشي ديني ينقض بضها علماء قاركود وين لخبيا آدنا يعني لو دول استجاو قارها وسردة دين تي وقفت عن غطاء قاركوه بساقاب كي نظام كشمعة كتلقل كودة أيو قصو برد جيم وشدة مركا يوش جدينين خطبة ضها شمعة بالهذا الذي سنا وحكم ده كوما صوص عضا إذا وشوا الأكس والله شمعة كم حيانا وس مسياز كسته وين رتشي كريح وحقوه هذي يعني بوه خدونه كوه هذي شيخين تيستاجي شمعة أويلي وحن أركنين أفرن قوا كاس ما شيخ ابو هاي لا بعد من دار مسوي نبيه الى ابو داري كاس اوكي لا غير عليه سو ماها وقد بدي سلاك شيخ علي وين انه اوغانا تشوت جمع مساجد كسج معها وحي كبحايا هذين دولنا هي وين وساره دا دي تو اوغاتا او لا غير ادت غري اوي وذاتني اني ما انت عاديني الى ابو داري وحنا التوكيي عيدي بنينا التوكيي وهو ذات أوقاتي قطبتي وحي إنان با لكوب صدي انت لكوب صدي وقاري لك توري أيها هندنا ميتك لكوب صدي قوير إلهي من كود داري إلهي من كود وحكو هذي وهو ذات إلهي شيخنا وشيخنا هذا نوين تاسو ولكم من حدامة هذا ما هو حكو هذي
لعما كحدين هرت العلماء عين كاسين نقطي سبحانه وتعالى ما رتن شلتن باي سوق رجالة وحيلو آت بنو بفر حسن ويلينا إن بوليس كينو خمر كي مخدرات كي قبتين لكن وحيل مخدرات كبوا مخدرات ما يسكت قبتين بيقات كبير هذا هو قال مخدرات شيخ قال لي الكميس شيخ قبي هذا قال لي الكميس آخره مو كان ورمي ورط آخره وحيل وتجي لها إيه شغلة ده ورط كان كورم وحيل شغلة اللي وتجي له وإيف كل قوم دولاره حقيها جود حسب قاسي وطني أي صوبن دقي إنه مرة بدو تجيها مشرح نمدا حقيها جود إسلا حسب قاسي سؤال من كل صوبن دقي هذا الله وكل مركزي كرو قاضيه أما وكل صرح أيه جميعها لبتو كوني يلبي لبعتن كوتر تمت دونا حسب قاسي وطني وأنا يا عبد الرحمن عرفه عبد الرحمن حمد عبد الله هي هالكاسو وكل شيء جاي نظام كقرشيسة هي قابة في كل دون أيه مركا مدحوين نمدا وكل صوبن دقي دونا مشدا يسوع عينا لكن كهينين عبد الرحمن وكهر لي مرنا قرشها حسب يسوع كما جي هاي دور شد صو صعتها يحيابها وق قرشيسن يدو وهلكن كل هذاي قابك كلا دول يهو جانك يعده وجون عكسن أيوه هاي عبد الرحمن إني تهينه جامي تلك سوو نيريد نوسو جدي إنك قريب كلام هنكودنا أيشان ندم أي سياسيين بزن أو كساق ذي هو جامد تلكو أي شلون بهذا وحين بقيسن دمنا هذا الذي وخذر كسو جدي هلكن سوو كتر بنايا إنه مشدا وجدي حقيها عصب ترتمي دونا حلقة شلوينها السنية تبانكا اللحية تبانكا قبل عام دونا مجال ذهر قيسة حسب قوطني عينو ايقنو قبل هذا الذي سيقار كاملا ما انت واحان هل كان كغدا واقيا اننا هاي مرشح وتاقن شغدا حقيها قود حسب قوطني شلوينها صوص عدا نوفمبر شنية تبانكا ايو لحية تبانكا هدي الهي رهد ان شاء الله سياسة دوحان سوق علي إن عندل كينا نلاشوا ده وح كسو كرديو إن عن قريب كنا قدو دولة نمدينا هي تابية لست هذا إن عن قريب كنا قدو سدي سياسة ده نقول لها هيد مد كل سن عرقتي يا أكون سياسة ده وهلكا لقتشان جويو نرشينا وهلكا لقتشان جويو هرمر كينا يهرسعد كا ومدينا وهلك لغو تشانغو يو مستقبلك عرورتين ما انتا سياسة دينا وحاكو بادن هنگوريغا يو نولالك سمايسيغا وحاكو بادن اقوان درادا يو عرقتلا آنتا وحاكو بادن قبيالدا يو احدا وحان دلن يرادا اسو چيدين يا اني سياسة دا سو غلان si ay bulshadooda ugu adeegan in siyaasadda soo galaan si aanay fursad u siin dadka nolosha ku saaqday in ay siyaasadda soo galaan si ay qayb uga noqdaan horumarka wadankooda iyo qaabaynta mustaqbalka iyo nolosha dadkooda maanta xisbiga wadani waa xisbiga ugu balaaran Soomaaliland waxaan xisbiga wadani ku doortay inaan qayb ka noqdo وحس بحمباري كرا هملاد أمدينا وحس ببسيل أو ديارسن إنو صحو وحي إنغا قلدمي سينا هغا تيو وحي إنو هغا جي حس بحايا حالك مشكلة ده هواوين إمان تا ودن كينو وواجه هايو وحانو دمان تيو حس بحان إنت مسوليه دو ترتمسا إيا إنت آنو ترتمهاي نمبا إنت تاغيرسن إيا إنت كشاقين سبا inta qurbaha joogta iyo inta gudaha joogtaba waxaanu dhamaantay u taaganahay oo diyaar u nahay inaanu ka shaqeyno dhismaha madaxweynaha mustaqbalka doorashada soo socota 2022ka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waa hoggaamiye aanu ku kalsoonahay inuu wadankan horumarka u tabaayo u gaarsiin karo hoggaamiye bisil oo leh dulqaadkii iyo xamilkii culayska ay mas'uuliyaddu leedahay hoggaamiye in ururin kara hoggaamiye leh khibrad iyo aqoon dhaqan mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeedba hoggaamiye leh qorshe cad oo uu dalkan jid horumarineed ugu jeexo hoggaamiye aan ka xajimoonin talada hoggaamiye ogol inuu dadkiisa la tashado go'aanna qaato marka ay u baahato diinteena islaamku waxay dhiirigelisaa inuu qofku dadka la tashado waxay sidoo kale dhiirigelisaa
inuu qofku marka uu go'aan qaato uu dabadeetana go'aanka uu qaatay ilaahay tala saarto oo ku dhaqmo. ilaahay baa quraankiisa ku leh washaawirhum fil amri fa idaa cazamta fatawakkal cala allaahi ina allaaha yuxibu lmutawakiliin. hogaamiyaanu ku naqaano inuu dadka la tashado, xisbigiisa la tashado, bulshadiisa la tashado, laakiin markuu go'aan qaato aan go'aankiisa labalaba gelin oo ku socda. kaasaanu dhisaynaa waa inoo 2022 iyo u diyaargarowgeeda.